السلام عليكم. المحاضرة السابقة اتكلمت ازاي بعمل اندكسنج من خلال ان انا باخد احد الكولوم او اكتر من كولوم واتعامل معاه على انه اندكس للديتا فريم، وشفنا الكلام ده مهم جدا لما تحب تعمل بشكل ما بيبسط لك الامور لما تحب تعمل سبسيتنج للروس، وشفنا محاولة عمل سلايسنج من خلال التو اكسسور اللي هو اللوك والاي لوك، وقلنا الاي لوك ده بيتعامل مع الاندكس بوزيشن، وقلنا اللوك ده بيتعامل مع مين، مع الليبل، والاثنين ادائهم كانوا واحد في حالة ان انت ما عملتش ست اندكس. وشفنا ازاي بنعمل ست اندكس، وقلنا ان اللوك والاي لوك ادائهم هيختلف لما بنعمل ست اندكس، وشفنا الكلام ده المحاضرة اللي فاتت. اليوم ان شاء الله هنتكلم على السلايسنج. ختمنا المحاضره اللي فاتت بميثود مهمه جدا اسمها سورت اندكس، وهي بترتب الداتا فريم الاندكسد، وقلنا دي مهمه جدا قبل ما حضرتك تبدا تتعامل مع السلايسنج عن طريق مين، عن طريق اللوك. اليوم ان شاء الله بنتكلم على السلايسنج من خلال اللوك اكسسور، تمام؟ طبعا زي ما قلنا ان حضرتك قبل ما تعمل سلايسنج لازم أن تكون عملت سورت، قلنا خلاص فكره السلايسنج قبل ما تبدا سلايسنج لازم أن تكون عملت سورت للاندكس، ده ضروري جدا، وهتعمل سورت عن طريق مين، عن طريق السورت فاليوز. طبعا بنشتغل من خلال الداتا سيت اللي اتكلمنا عليها في اكتر من محاضره، وهي عباره عن الداتا سيت الخاصه بالطلاب اللي بيقدم السمستر 1 والسمستر 2 في خلال اربع مواد، هم اربع طلاب، وتقريبا الداتا سيت كلها عباره عن 16 اوبزرفيشن، واللي ظاهر قدام حضرتك قبل كده كنا بنعرض مين، بنعرض الهيد. دلوقتي حاليا هنستعمل سيت اندكس زي ما قلنا، هناخد الداتا فريم اللي اسمها الستودنت اللي هي الداتا فريم بتاعتنا، هعمل لها اندكسنج من خلال السبجكت والنيم، هاخد التو كولوم دول سبجكت والنيم واتعامل معاهم على انهم اندكس، ده السبجكت وده النيم. وقبل كمان ما هعمل سلايسنج زي ما اتفقنا عن طريق اللوكيت، هقدر اعمل الاول او لابد من عمل مين، لابد وحتمي وشرطي وضروري ان نعمل مين، سورت اندكس. بدأت اعرض الهيدنج اللي هو اول خمسة رو زي ما انت شايف، هتيجي تبص تلاقي عشان حضرتك ما وضعتش الارجومنت الخاص بالاسندنج، فهتلاقي ان الترتيب ترتيب تصاعدي. يعني ايه؟ ببدا من البيولوجي، هم اربع مواد، كان البيولوجي والكيمستري والماث والفيزيكس، هتلاقوهم مرتبين بالشكل ده ابجدي من A to Z. وكذلك الحال في النيمج، هم اربع طلاب، هتلاقي علي ظاهر قبل خالد، وخالد قبل محمد، ومحمد قبل عمر، ويبداوا يكرروا، تمام؟ طيب تعال بقى النهاردة لو حضرتك حبيت ان انت تعمل سلايسنج يوزنج لوكيت، قلنا اللوكيت بتاخد الاندكس ليبل، وانت بتقول له الوقت طبعا بتبدأ تعمل سبسيتنج المجموعة من الكولوم من البيولوجي الى الماث. لاحظ ان الانستراكشن ده ممكن يكون std_ind.locate، تمام؟ وممكن يكتب بالشكل ده مباشرة على طول. ده معناه ايه؟ انا عاوز الكولوم زي ما حضرتك عارف ان انت ممكن تاكسس من خلال بكتب الستارت وبكتب الاند من البيولوجي للماث زي ما كنت بكتب من 2 ل 4. بس الحاجه الغريبه هنا ان هتلاقي الماث موجوده معك، يعني المفترض لو انت كاتب من 2 ل 4 هيعرض لك 2 و 3 مش هيجيب 4، بس هنا كانت في الارقام مقبوله شويه، لكن في ده مش مقبول. ليه؟ اصلا انا كتبت ماث، مش بالضروري هكتب ماث الا اذا كنت مهتم بيه، يعني فانت كاتب ماث عشان يجي لك، عشان يظهر لك مع كده، فيبدأ يعرض لك من البيولوجي والكيمستري والماث زي ما حضرتك شايف، تمام؟ طبعا نفس الانستراكشن ده لو كتبت دوت لوكيت هو هو الناتج واحد. طيب لو حضرتك بقى حبيت تعمل ايه، هعمل سلايسنج، هبدأ من قيمة معينة مع كده الى قيمة اخرى. يعني ايه؟ انا يهمني عاوز اعرض من بيولوجي خالد، من بيولوجي خالد من الاوبزرفيشن ده الى كيمستري وعلي. لاحظ ان انت بتتكلم هنا وكأنك بتعمل سبسيتنج على الانر ليفل، احنا اتفقنا ان ده ليفل في الاندكس الاوتر ليفل، وده الانر ليفل في المحاضرة السابقة، ارجع لها لو انت نسيت، قلنا دول تو ليفل، تمام؟ ده الاوتر ليفل وده الانر ليفل، وبالتالي حضرتك لما تحب ان انت تروح تدور على خالد، اوكي، عاوز اعرض من عند خالد، فاروح اقول له الاول من البيولوجي وخالد، ووصف ده على انه ايه، على انه طبل، تمام؟ يبقى انا بديله ليست من الطبل، ده الطبل الاولاني منين، من بيولوجي وخالد، فبيولوجي وخالد الى
كيمستري وعلي، فيروح يجيب الى كيمستري وعلي، ده طبل وده طبل. طبعا ده بيمثل الستارت وده بيمثل مين وده بيمثل الاند، فهيبدا يجيب لك ومرتبين ابجدي زي ما حضرتك عارف تمام كده، عشان اقدر اشتغل مع مين، عشان اقدر اشتغل مع اللوكيت. فيبدا يجيب لك يبدا يعرض لك الاوبزرفيشن ستارتنج فروم بيولوجي وخالد الى كيمستري ومين وعلي، ولاحظ ان كيمستري وعلي موجوده معاك في الخارج بتاع حضرتك. طيب لو انا جيت النهارده بقول له والله انا عاوز زي ما حضرتك شايف الجمله بتاع اللوكيت، واتفقنا ان انت عندك اتنين دومين، ده واحد وده التاني، ده السبيسيفيكيشن بتاع الروز ودي السبيسيفيكيشن بتاعت الكولوم، وده الكاما او الفصل ما بين الاتنين، واتفقنا كل دومين ممكن تلاقي فيه اتنين كولون، واحد ستارت ثم الستوب ثم الانكريمنت، بس الانكريمنت مش باين هنا في توصيف الصفوف، هنا في كولون، فده معناه keep everything، يعني بالنسبة للروز أنا عاوز كل الصفوف. ماشي يا عم. طب وبالنسبة للأعمدة لما أكتب كده يبقى أنا عاوز كل الأعمدة لحد سمستر 1. طبعا لو ده كان رقم كان سمستر 1 ما بيجيش، فطبعا هيبدأ يجيب لك كل الأعمدة. طبعا هو أساسا أنت كنت عامل الاندكسنج على 2 كولوم subject و name، فهو اصلا ما عندوش الا 2 numeric كولوم اللي موجودين لسه سمستر 1 وسمستر 2، فانت بتقول له هات لي كل الاعمده لحد سمستر 1، فيعرض لك فقط سمستر 1 تمام كده. طيب لو انت بقى دلوقتي سبت ده كده keep everything، يبقى بالنسبه للروز طبعا كل الصفوف. لاحظ بس انا اسف الجزء المعروض ده سكرين شوت، ده مش كل. اوكي طيب لو انت دلوقتي ده keep everything starting from semester 1 to semester 2، هتلاقيه عارض لك semester 1 وكل الاعمده اللي بينه وبين semester 2، للاسف ما فيش الا العمودين دول بس هيتم عرضهم قدام حضرتك تمام. طيب لو انا بقى كتبت حاجه شبه كده، عاوز اقول له هات لي بدور من عند خالد في البيولوجي لحد علي في الكيمستري تمام، ده بالنسبه للصفوف. طب وبالنسبه للاعمده قلت له هات لي كل الاعمده لحد سمستر 1، فمفيش بس مفيش اصلا الا السمستر 1 بس هو اللي موجود تمام كده يا اخوانا. يبقى لو حضرتك حبيت تعمل اندكسنج على داتا سيت والداتا سيت دي فيها حضرتك عامل لها اندكسنج ب 2 ليفل، لو انت بتعمل اندكسنج على الليفل الداخلي اللي هو الانر ليفل يبقى لازم تباص الموضوع على انه طبل. طب انت عاوز حاجة واحدة ولا اكتر من حاجة بتعمل سلايس، يبقى لو بتعمل سلايس تتبع الفكرة اللي اتفقنا عليها اللي هي الكولون keep everything، وعندك بتوصف الروز وبتوصف مين وبتوصف الكولون، بس لازما قبل كل ده لازما تكون عامل sort لمين، sort للindex. هنا شوية في حتة لذيذة شوية لما يكون عندك time series. time series يعني الايفنت بتاع الايفنت بتاعتك او الobservation بتاعتك لها time stamp، لها time stamp زي ما حضرتك شايف كده. يعني مثلا دي داتا سيت خاصه بدرجات الحراره للمدن في كل شهر، للمدن في كل شهر تمام كده. فزي ما انت شايف يعني مثلا دي في 1/1/2000 المدينه ابيجان دي في كوت ديفوار ساحل العاج تمام كده، والافريج تمبريتشر في المدينه كانت 27.39 في شهر، في بدايه شهر 2 كانت كام، في بدايه شهر 3 كانت كام، وهكذا لكل المدن او لغالبيه المدن الموجوده في العالم تمام كده. من خلال الداتا سيت اللي بتمثل دي تايم سيريز، لان كل ايفنت او كل اوبزرفيشن مسجل عند مين، عند ديت معين. حضرتك عاوز تتعامل مع دي بنفس الطريقه. اوكي لو انا حبيت دلوقتي اعمل سلايسنج، قبل ما اعمل سلايسنج المفترض ان اكون عملت اندكسنج، مش المفترض طبعا، لو انت عاوز تعمل سلايسنج من خلال الاندكسنج لازم تكون عامل سيت اندكس الاول. طب انا هعمل سيت اندكس بناء على مين؟ بناء على الديت. يبقى انا دلوقتي هاخد البيانات اللي موجوده قدام حضرتك وهاخد الكولوم بتاع الديت ده واتعامل معاه على انه اندكس ليبل. طيب وعشان هتعمل سلايسنج لازم انا اكون عملت سورت اندكس زي ما احنا اتعلمنا كويس جدا، وبعدين عرضت الديتا فريم الاندكسد باي ديت زي ما حضرتك شايف. الديت ده كان موجود هنا ككولوم في الديتا فريم، هتلاقيه هنا نزل الديت دلوقتي بقى موجود على انه ليبل او اندكس ليبل تمام. ودي السيتي زي ما انت شايف ابيجان دي في كوت ديفوار، لاهور دي في باكستان اوكي، وتانجشان في تشاينا، وجيزه في ايجيبت وهكذا تمام، ودي درجات الحراره. طيب لو انت عاوز تعمل سلايسنج دلوقتي بقى، طبعا تقدر تعمل سلايسنج زي ما قلت، اما تكتب كده مباشره اما تكتب دوت لوكيت تمام. عاوز يعمل سلايسنج ان يجيب مجموعه الاوبزرفيشن ستارتنج من 1/1/2000 الى 1/5/2000، من 1/1/2000 الى 1/5/2000 تمام كده، الى 1/5 تمام. فتقدر تكتب الكلام ده زي ما اتفقنا، هنا بنوصف الصفوف بتاعتي
تمام كده، لان انا ما ذكرتش الكولوم خالص هنا، الديسكريبشن بتاع الصفوف وبالفعل عرض لي الكل. تمام. طيب طبعا هو في اكتر من ايفن طبعا، لان في دول كتير جدا، فطبعا مش مكمل لك، لكن بيقول لك دول عباره عن 500 صف. فانت عملت سلايسنج، انت كمان تقدر تعمل بارشل بالنسبه للديت. يعني ايه؟ مش بالضروره توصف الدي والمانث والير، لا انا ممكن اوصف سنه، اقول له وراه يعرض لي، ممكن اقول له دي طبعا دوت لوكيت اعرض لي من 2000 ل 2002، يعرض لي من 2000 الى 2002، فيبدا يعرض من 2000 لحد اخر حاجه عنده كايفنت كام، 1/12/2001. تمام. ويبدا يعرض مين؟ يبدا يعرض الداتا اللي موجوده قدام حضرتك. استاذنك برضو جرب دي دوت لوكيت، جرب ده دوت لوكيت. اوكي يا جماعه، ده مجموعه الريفرنس اللي اعتمدنا عليها اثناء ما كنا بنسجل المحاضره بتاعتنا. يبقى احنا كده النهارده اتكلمت على ازاي تعمل سلايسنج عن طريق اللوكيت بعد ما عملت مين، بعد ما عملت سورت اندكس. اتمنى المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلتقي بحضراتكم على خير في المحاضره القادمه، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.